دمرونا ودمروا أول تجربة ديمقراطية لنا. في سوريين طلعوا لبرا وقرروا أنه ينفصلوا تماماً عن مجتمعاتهم، وفي سوريين قرروا أنه يبقوا على صلة بمجتمعاتهم. نحن كمنظمات نسوية لازلنا على صلة بنساء الموجودات في سوريا، ولازلنا على صلة باللاجئات بالدول القريبة، وعم نحاول نقدم لهم خدمات قد ما بنقدر. والأرجح أنه روسيا عم تحاول أنه تخفف ضغط عليها بموضوع اللاجئين من خلال إعادة البعض منهم شكلياً لسوريا، تحديداً بالأردن وبلبنان، للقول بأنه العودة بدأت من لما استتب الأمر للنظام، وبالتالي إعادة الإعمار صارت مطلوبة. والهدف بالتالي منه هو أنه أوروبا تطبع بشكل مباشر مع النظام. لازم نوحد حالنا برا في بلاد المهجر لحتى يكون لنا صوت واحد، لأنه للأسف بعد 7 سنين نحن السوري صار في كل مكان، تشرزمنا ما كان عنا صوت واحد أو أفكار واحدة. كشمالك عم تحاول توحد السوريين. ونلازم هذا الحدث لأنه الجمهور الفرنسي عنده صورة كتير محددة تبع سوريا، بس بيعرفوا تبع القصف، بس بيعرفوا عن الموت وعن اللاجئين، بس ما بيعرفوا أكثر من هيك. كانت بالنسبة لي الأسئلة كثير مختلفة، وتعاطي العالم ما كان بيتعاطف بسبب القصة أو بسبب دمعتي مثلاً أو بسبب شيء، كان بفهم حسيت الأسئلة أعمق من الأسئلة التقليدية يعني. بس الجمهور السوري هو عايش هاي الحالة، هو الوحيد اللي يفهمنا، هو الوحيد اللي يفهمنا بدون ما نقول له ولا كلمة، هو اللي تعاطف معانا، هو اللي حس بمشاكلنا، وهو اللي دعمنا، هو اللي وصلنا لهون. ما كان ممكن نعزف قدام جمهور فرنسي لو ما كان في جمهور سوري بالأصل يعني. شاركت بمجموعة بوسترات اشتغلناهم أثناء الثورة السورية على مدى 6 سنين مع مجموعة اسمها الشعب السوري عرف طريقه. أول شيء كنا ننشر كل جمعة مع كل مظاهرة مع اسم الجمعة، ونعبر أحياناً عن ردود الفعل الشارع السوري، عن مجزرة، عن حدث معين عم بيصيب الثورة السورية. فهذا المهرجان كتير مهم للقاء بين فرنسيين اللي ما بيعرفوا شيء عن سوريا، وسوريين عايشين في فرنسا من 6 سنين من 7 سنين. هلا هو لإبقاء القضية حية، يعني ما فيه يعمل تغيير، فيه يخلي القضية حية للعالم اللي عم تتلقى القضية وللعالم اللي عم تجي تحضر، بيوم من الأيام يكون عنده أمل إنه هي تعمل تغيير. أول شيء تقديم صورة عن الفنانين السوريين اللي هون، وهي فرصة كمان للفنانين السوريين لحتى يقدموا كمان، يعبروا عن حالهم بهذا المكان اللي هن اجوا عليه.